نهار. حبيبي كل اللي عم بيحضرونا هلا اكيد من خلال شاشتي ال بي سي اي والدي سي، صار وقت اللوتو. وقت يصير نهار الخميس، واكيد نهار الاثنين بس اليوم بدنا نحكي عن نهار الخميس، الناس كلها بتبلش تحلم بجائزه اللوتو، بتبلش تقول ليش حاسه حالي اليوم رح اربح اللوتو، واكيد اليوم انا رح اربح اللوتو، وتبلش هيك تحلم بالامور يلي عبالها تحققها، لانه الجوائز بتكون كبيره وحرزانه، وجوائز بتفش الخلق، جوائز بتحقق كل الاحلام، واليوم الجائزه كبيره صارت فوق واكثر من مليون دولار، يعني عم نحكي عن مرتبه اولى قيمتها حوالي المليار و796 مليون ليره، هيدي المرتبه الاولى الليله باللوتو اللبناني، حلو المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه ما فيها تراكم، بتكون حوالي 130 مليون ليره، مش غلط. اما زيد الليله سحب سبيسيال 75 مليون ليره، هيدي المرتبه الاولى، والجوائز الثانيه كلها بتكون مضاعفه. بالنسبه لرقم السحب شيكوا على شبكاتكم، رقم السحب 1670 لليلة الخميس 29 تشرين الثاني 2018. جود لك لكم جميعا، ان شاء الله الليله يكون في عنا رابح او اكثر للمرتبه الاولى. واكيد قبل ما ننتقل لمكنه اللوتو الليله بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه على اعمال وصحوبه اللوتو، والليله موجود معنا استاذ سيزار عيسى. اهلا وسهلا فيك سيزار، سنه زمان ما شفناك معنا بالاستوديو، اشتقنا لك. نحن بالاكثر، يلا ليلي على وجهك نربح المرتبه الاولى إن شاء الله. ومن دون تأخير إلى المكنة. الطابات نزلوا بالمكنة أو بالأحرى موجودين بالمكنة، رح ينخلطوا قدامكم على الشاشة مباشرة على الهواء من استديوهاتنا بأدما. وأول طابة بتحمل رقم 5. الطابة الأولى رقمها 5 بينت على الشاشة. الطابة الثانية رقمها 1. الطابة الثالثة عشرين. تسعة وعشرين. اثنين وعشرين. هول الست أرقام أساسية لليلة، أما الطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية رقم 12. المكنة اختارت إذن سبع طابات، ست طابات أساسية مع طابة سابعة إضافية مثل العادة. طابات الليلة أكيد في حال صبتون ثلاث طابات بتربحوا 8000، هيدا الشيء معروف. بالنسبة للأرقام الباقية أربع طابات، خمس طابات أو ست طابات، هلا بنشوف حسب الليلة التابلو، ولكن المعروف إنه الليلة الجائزة الأولى حوالي المليار و796 مليون ليرة. رح ننتقل هلا للعبة الثانية، لعبة زيد يلي الليلة الجائزة فيها جائزة المرتبة الأولى 75 مليون ليرة. خلونا نشوف الخمس أرقام والخمس طابات يلي رح تختارون المكنة ويلي رح بشكل رقم 1 واللي هو 4 اخر طابة، 2 الطابة اللي قبلها 0، 2 عن جديد و 7. 7 2 0 2 4 هيدا رقم زيد، اكيد بدكم تشوفوا باعلى الشبكه اذا موجود عندكم هيدا الرقم، في حال كان موجود اكيد بتكونوا ربحانين، بتكون مع كلمه وي اكيد، وي يعني بتكونوا ضايفين 1000 ليره زياده وبتكونوا مشتركين بهيدا السحب. بريك صغير من بعدها بنرجع لكم معنا كل النتائج، لاقونا.
خليني اشوف اول ما تنزلها. حلوه مشيها. شعري مش مزبوط. لا يا مان كل شيء بيمشي الا القشره. لا تمشيها. هيد اند شولدرز بالتركيب الثلاثي بينظف بيرطب وبيزيل القشره 100%. لا تمشيها. لا تمشيها خليك 100% بدون قشره. الخطر انه ببيتك تنفجر. لان أأمن جرد غاز بالعالم ما بتنفجر. غير للأأمن، غير لروكس، جردنا للأفضل. أخذت كارت شخص من بنك بيبلو استرد حق سيارتي لبيي، وكان عايزني كم غرض بعد نقل عبيت جديد وهيك، فطرح لحد مثل ما بيقولوا. فجبت له شيء صغير لابن أختي، ما أنا خاله. شيء بيسلي. لأنه القرض الشخصي فيك تاخد 14,000 دولار وتقسطهم 300 دولار بالشهر مع سند هدية من بنك بيبلوس. لمعالجة الشعر الجاف تحتاج لوصفة أسطورية إلترا دو ميثيك أوليف بزيت الزيتون الصافي، تم اختياره بعناية من مناطق البحر المتوسط لتغذي الشعر بعمق وترممه حتى الأطراف بلا ما تتقله. إلترا دو ميثيك أوليف. وللمزيد من العناية اكتشفي ماسك ميثيك أوليف بيعالج الشعر من الجذور حتى الأطراف. شعرك صار ناعم وكله حيوية. إلترا دو ميثيك أوليف طبيعي من غارنييه. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من إلترا دو جل الاستحمام الجديد. نزرع جودة ومنحصد جودة وثقة الناس بمنتجات الأشقر بالقلب موجودة. الأشقر لبيتك. تمتاز فوات ناناه بتقنية سيكيور فيت بحواجز من كل الجهات، حواف خلفية وقدرة امتصاص عالية لحماية ثلاثية ضد أي تسرب بكل وقت وعند أي حركة. عيشة حرة مع ناناه. كيف فيكن تثبتوا ب 15 ثانية إنه القطعة الكبيرة من بيكون بتكفي لكل الساندويش؟ ما بدها إلا قطعة كبيرة واحدة لساندويش بتشهي. القطعة الكبيرة من بيكون متوفرة بكل الأحجام. لأنه القرض الشخصي فيك تاخد 23,000 دولار وتقسطهم 493 دولار بالشهر مع سند هدية من بنك بيبلوس. Introducing the latest technology of indoor and outdoor LED screens, suitable for building facade, unipole signs, events, and many more. Call us now on 76-452-452. LED to spread. Casino du Liban proudly presents the Lebanese-American tenor Amin Hashim in concert on December 18th at the theater. Christmas from around the world. Featuring the Lebanese Philharmonic Orchestra conducted by Brian Holman. Hailed as one of the best holiday concerts in New York City, Amin brings his performance to Lebanon with a selection of Christmas favorites from around the world. Tickets on sale at Casino du Liban, 09859-888 and Virgin Megastores, 01999-666. You were a crusader. Now you get to be a thief. We hit the elite where it hurts the most. Their money. Are you with me? This does make us outlaws, so if anybody wants out... This is our shot. Bring me on! It's Robin Hood. لأنه القرض الشخصي فيك تاخد 40,000 دولار وتقسطهم 856 دولار بالشهر مع سند هدية من بنك بيبلوس. هيدا قصة صاحبي. بمناسبة عيدها 85 اكتشفوا الأناني اللي جمعتنا ألماظة ولبنان أصحاب من 1933. لمعالجة الشعر الجاف تحتاج لوصفة أسطورية إلترا دو ميثيك أوليف بزيت الزيتون الصافي، تم اختياره بعناية من مناطق البحر المتوسط لتغذي الشعر بعمق وترممه حتى الأطراف بلا ما تتقله. إلترا دو ميثيك أوليف. وللمزيد من العناية اكتشفي ماسك ميثيك أوليف بيعالج الشعر من الجذور حتى الأطراف. شعرك صار ناعم وكله حيوية. إلترا دو ميثيك أوليف طبيعي من غارنييه. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من إلترا دو جل الاستحمام الجديد.
الوايبس بينطفوا بس بفعالية كافية؟ لنتيجة سريعة ومثالية، جربي ماي ميسلر المنظف من غارنييه بقطنة واحدة وبلا ما تفركي. الميسلز بتلتقط المكياج مثل المغناطيس. ماي ميسلر بيزيل المكياج، بينظف وبيلطف البشرة الحساسة. ماي ميسلر المنظف الرقم واحد بلبنان، طبيعي من غارنييه. لأنه القرض الشخصي شخصي، فيك تاخد 14,000 دولار وتقسطهم 300 دولار بالشهر مع سند هدية من بنك بيبلوس. Je sais que vous n'avez pas le temps de respirer. Les jours passent vite. Vous avez à peine le temps de manger. La vie est différente dans les villes. Mais ici, nous retrouvons toute la magie de la nature. Et moi ici, je pense à vous. Aujourd'hui, je vous dévoile mon secret. Le savoir-faire français dans les produits laitiers joint aux pures traditions libanaises. Avec foi et passion. C'est ma promesse à vous, les nouvelles générations. La bergère, le vrai du frais. هلا فيري بيقود إزالة الدهون يوفر حماية للسفنجة ضد البكتيريا. قولي كفاية وعيش الطبيعة مع Herbal Essences BioRenew. قولي كفاية ملونات بارابين بارافين جلوتين وسيليكون. عيشي Herbal Essences BioRenew الغني بزيت الأرغان والياسمين ليعيد الحياة لشعرك، للجذور، للأطراف. عيشي الطبيعة، عيشي Herbal Essences BioRenew. حلوة الفوطة لا؟ منا عايشة هالقد، بس أهم شيء بالحياة الواحد يعرف ياخد ويعطي. شك بوز، معقول الشباب بعدهم عم يدفعوا كاش؟ حطيت الكارت، أخذت كاش وأخذت نقط. أخذ وعطي. حياتي. هابي بيرثداي. ثانك يو. حنا بهدي مرته كارت يا جماعة؟ هذا ما فهم شيء. بالحالتين رح تشتري، بعطيها سبلمنتري كارد وبجمع النقط. لا، كثير هيك. كل شيء خاصه بالنقط. عود حالك تشوف نقط وين ما رحت. بدك تفكر نقط. تعيش نقط. مع أبجريد للكارت النقط بعد أكثر. بدك تبدل كل شيء كاش بالكارت. بدك تقول لحالك كارت مش كاش. كارت مش كاش. كارت مش كاش. كارت مش كاش. هوني بس عم بركض. كاش ولا كارت؟ ولا سألوني شو رح أعمل كل هالنقط؟ حياتي اتفقنا؟ روما؟ ولا ليش عم سوق موتو؟ لأنه هيك المخرج بده. مع ماي ريوردز من بي بي اي سي، استعمل بطاقتك وخلي كل النقط لك. رجعنا معكم عن جديد لحتى نتابع اللوتو. صار وقت النتائج، صار وقت اكيد نعرف اذا ربحت الليله الجائزه الكبيره باللوتو اللبناني او من ربحت. قبل بدنا نتاكد من الارقام واكيد نرجع لعندك استفزار. تفضل. اوكي. صاحب اللوتو رقم 1670 بتاريخ 29/11/2018، والارقام السته الاساسيه هن 5 21 16 29 22، والرقم الاساسي للجائزه الثانيه هو 12. شكرا لك سيزار، مبروك ربحت 8000. ايه صح. مبسوط ضحكتك هلات. طيب شو ما كان حلو الربح ولو حتى ثلاث ارقام مع اللوتو اللبناني، 8000 ليره حلوين. عقبال ما يوصل الدور للجميع وتربحوا الجائزه الكبيره، حدا ورا حدا حدا ورا حدا. الليله خلينا نشوف التابلو ونشوف اذا حدا ربح المرتبه الاولى او اكثر. اكيد شو الوضع؟ للأسف ما في عنا حدا لا بالمرتبة الأولى ولا بالمرتبة الثانية، إنما بالمرتبة الثالثة في عنا 26 شبكة بيربحوا بالمرتبة الثالثة، وكل حدا منهم بيربح حوالي 2,390,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,291 شبكة، كل شبكة منهم تربح 48,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 19,364 شبكة، كل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. مثل ما قلت الليلة ما في عنا حدا لا بالمرتبة الأولى ولا بالمرتبة الثانية، أكيد رح تتراكم الجائزة وتصير أكثر وأكثر لنهار التنين المقبل. الليلة رح نرجع نتأكد من رقم زيد ونشوف شو الوضع. سيزار أكدنا لو سمحت من الرقم. رقم صاحب زيد رقم 1670 كمان، الرقم الربحان هو 72,024. هيدا الرقم الربحان يلي اخترته من شوي، المكنة قدامكم على الشاشة من استديوهاتنا بقدمة، وهلا قدامكم على الشاشة رح منشوف التابلو ونشوف إذا رح يتغير الوضع بزيد إلى تابلو زيد والمرتبة الأولى لليلة.
تابلو زيد قدامكم، في عنا شبكتين بيربحوا الليلة بيزيد، ألف مبروك لهولي الورقتين. أكيد المبلغ الكبير اللي هو ليلة سبيسيال 75 مليون ليرة رح يتقسم وينقسم على شبكتين، وكل واحدة منهم رح تربح 37 مليون و500 ألف ليرة. كل ورقة بتنتهي ب 2024 بتربح 900 ألف ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 024 بتربح 90 ألف ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 24 بتربح 8000 ليرة. من وين نربحوا الليلة زيد؟ أول ورقة 1607، هيدا أول مكتب. من وين؟ من عند محل ماجدة حبيب ببرج حمود. الورقة الثانية على الابليكيشن من لليبانيز جو. اذا الف مبروك للجميع لهالورقتين يلي الليلة كمان ربحوا حوالي 37 مليون ليرة ونص حلوين. احلى من 3000 ليرة اكيد. خلينا نكون متفقين. ما تزعل سيسا. طيب. ماشي الحال. طيب بالنسبة لجائزة المرتبة الأولى باللوتو قد ايه رح بتكون الأراضي النهار التاني؟ حوالي المليارين. حوالي المليارين، خي شو حلو، حلو رقم مليارين. بالنسبة للمرتبة الثانية ما فيها، فيها تراكم اليوم من ربحت؟ ربحت فوق ال 200 مليون. فوق ال 200 مليون وزيد؟ زيد عادي بيرجع شي 35 مليون تقريبا. بس أكيد المرتبة الأولى والثانية باللوتو معوضين، يعني عم نحكي حوالي مليارين، المرتبة الثانية حوالي 200 مليون ليرة. هول الجوائز الكبيرة الحلوة اللي ناطرتكم نهار الاثنين، وبذكركم انه هلا صرنا بشهر العيد، يعني صار في كثير من الدفعات وكثير من المصاريف، ما لكم غير تتكلوا على اللوتو اللبناني وتنطرونا مثل كل اثنين وخميس بنفس الوقت على ال بي سي اي وال دي سي على الساعة 7:30، وتكسوا ان كان بمراكز لبنان ديجو او على الابلكيشن. ولقونا، باي باي.